هذا حدث تاريخي لأول مرة في جامعة شعيب الدكالي، خصوصا بالنسبة لهذه الأطروحة في علوم التدبير. يعني كان حضروا لأول سوتنونس مناقشة تيز الدكتوراه في موضوع جد مهم بالنسبة للشركات المغربية وبالنسبة للبحث العلمي اللي هو يتعلق بالجرين سبلاي تشين مانجمنت. وتشرفت بكوني عضو في هذا الجوري، وفعلا كان بحث علمي في أعلى مستوى ومشرف بالنسبة للإنسجي ديال الجديدة ولا بالنسبة لجامعة شعيب الدكالي بصفة عامة. وأنا كباحث في سلاسل التوريد واللوجيستيك أنا كنت مسرور وفرح بمستوى العلمي ديال الباحث هباس علي اللي تمكن في ظرف 4 سنوات من القيام ببحث علمي ونشر عدة مقالات في جرائد علمية ذات مستوى عالي ومستوى رفيع. يعني هذا شيء مشرف بالنسبة للجامعة وبالنسبة للجهة. يعني أنا كنت محظوظ بكوني أحد محكمين هذا الموضوع. يعني كنتمنى التوفيق وكنتمنى للجامعة شعيب الدكالي أنها تمشي في نفس الصيرورة وأنها تشجع البحث العلمي وأننا نحضر هذه الأطروحات وأننا نلاقيه بأن الباحثين المغاربة الشباب خصوصا يرتقيوا بهذا المستوى ديال البحث. Je suis extrêmement heureux de faire partie de ce jury de thèse qui a statué sur une candidature, qui est la candidature de Sir Ali Hbez, qui est le premier doctorant qui a pu soutenir sa thèse de doctorat à l'université, en sciences de gestion à l'université Shoaib. Je voudrais féliciter d'abord monsieur le directeur, c'est le professeur Abdelhak Sahibuddin, de l'ensemble des efforts déployés, mais également féliciter le candidat pour la qualité de son travail. Merci. ومنذ التأسيس ديال جامعة شعيب الدكالي هذه هي أول أطروحة في علوم الاقتصاد والتسيير اللي كتناقش أمام واحد اللجنة اللي مكونة من أساتذة كيتشلموا الكفاءة العلمية على المستوى الوطني اللي حضروا باش يساهموا في التقييم ديال هذا العمل العلمي اللي فريد من نوعه من بزاف ديال الجوانب. الجانب الاول هو انها هي دكتوراه اللي تكتبت باللغه الانجليزيه، وهذا جد مهم لان دابا كيف كتعرفوا البحث العلمي في المغرب غادي فيغ واحد لا توندونس هي ان البحث العلمي خصو يكون باللغه الانجليزيه، وحنا كنشجعوا الدكاتره ديالنا والطلبه ديال الدكتوراه بانهم يكون عندهم بحوثات باللغه الانجليزيه. وهذا جد مهم لان هذا كيعطيهم واحد الدفعه وكيعطيهم واحد الصوره على المستوى العالمي، لان الطالب اللي انه في سلك الدكتوراه اللي عنده الامكانيه انه يكتب باللغه الانجليزيه البحوث ديالو كتكون يعني عامه وتستعمل من طرف بوتيتغ سي ces travaux peuvent être cités par des chercheurs à l'international. Ou comme je l'ai dit, nous sommes dans l'UNCG في إطار هاد المناقشة. شفنا الطالب علي هرباز اللي ناقش الدكتوراه ديالو وخداها بميزة جد مشرف ياك. إيوا هادشي اللي غادي نبقى نقول لكم. فرانشمون جي ايتي اونوري اوجوردي ديتر ا لا سوتنونس اي كو لا بروميير سوتنونس اون سيونس جوريديك ايكونوميك اي دو مانجمنت اي دو جيستيون ا لونيفرسيتي شعيب دوكالي سوا ان دكتورا دان ايتيديون كو جون كادر. La thèse, bien évidemment, a présenté beaucoup, énormément de qualités parce qu'il a permis de faire plusieurs publications indexées dans des bases de données de renommée Scopus, Web of Science. Et la discussion a été riche et nous a permis, moi-même en tant que directeur de thèse, mais aussi à notre nouveau docteur, Ali Hbez, d'ouvrir un certain nombre de perspectives pour les nouvelles recherches que nous allons entamer dans les prochains projets de recherche que nous allons faire ensemble. Et je suis très heureux aujourd'hui que
Ali Hbaz a réussi sa soutenance de thèse avec brio et ça a permis bien évidemment de donner une très belle image pour les doctorants de l'université Chouaib Dkali. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.